هذه إنسانة دازت لي هذا المسج على كلامي البارح لما تحكيت عن وحدة قاعد زوجي يخوني، تقول لي ما كلامك صحيح، أنا طحت على واحد، يعني طحت على زوجي، كان عنده رسائل على تويتر مع وحدة وسكت وما تكلمت، وبعدين هو درى إن أنا دريت وسكت وسألني ليش أنا سكت، قلت أنا عندي بيت وعندي أهل بحافظ عليهم ما بضيعهم، تقول لي ميلي هاليوم ما يحط عينه بعيني وحس بغلطه وتعدل واي. إيه هذا الحريم اللي تبي تعمر بيوت ما تبي تهدم بيتها؟ لا يعني ثاني شيء، الزواج مشاركة وتسامح، أوكي، وخلقنا بينكم مودة وشنو ورحمة. رحمة شنو؟ إن لما هو يغلط أنت تسامحينه، ولما أنت تغلطين هو يسامحك. الرحمة موجودة والإنسان يتعدل، مو غلط، ترى ما في إنسان ما يخطئ. الله حاطنا على هذه الكرة الأرضية للاختبار، اختبار مشاعرنا، غرايزنا. ف